العربية زي دي أكيد مش هسيبوها في الطل كده يعني، أكيد مستخبية في مخزن، في هنجر، حاجة زي كده. ونلاقي المخزن ده فين بقى إن شاء الله؟ هنعرف دلوقتي. يا نادين، بقولك إيه؟ المنطقة اللي إحنا فيها في أي مكان مقفول زي مخزن هنجر، يعني أي مكان يستخبى فيه عربية كبيرة زي دي؟ في ثلاث مخازن كبار في المنطقة. التلاتة دول متطرفين لوحدهم بره المزارع، هبعت لك اللوكيشنز بتاعتهم دلوقتي حالا. مين هناك؟ ما تخافش خطاب، حاضر حق. ده أول مخزن هيتعلي نادين، بس المكان ده شكله مهجور مفيهوش حد. ايه ما ندخل نتأكد برضو يعني. ايه بتخاف من الضلمة ولا ايه؟ تليفون سوريا. الو عمر باشا، انا علاء. ده علاء. طب انا هأمن. ايه يا علاء انت فين؟ مش عارف، بس انا عارف ان انا في مصر، بس فين بالظبط مش عارف، بس بيتهيألي على حدود ليبيا. طب وسيف داخل معاك مصر؟ ايوه. متأكد؟ ايوه متأكد، سيف موجود ومعانا حوالي 20 راجل، المفروض عندنا عملية هننفذها بكره الصبح. انا تعبت قوي عشان اوصل لك، ما كانش قدامي غير نقطة في السرية بتاعهم عشان اكلمك. ايه العملية؟ ما اعرفش عملية ايه بالظبط، بس على ما اظن ان هي هتستهدف سياح، المفروض هتنفذ في خلال الساعات اللي جايه. طب اسمع علاء، ارجع مكانك ورجع التليفون مكانه تاني، ما تخليش حد يشك في اي حاجه، انا هتصرف ما تقلقش. مش هينفع، لو رجعته مش هعرف اوصل لك تاني. ولو ما رجعتوش احنا كمان مش هنعرف نوصل لك خالص. اسمع الكلام واعمل اللي بقول لك عليه. قول لي الاحتياطات اللي عندك. حاضر. 27.35.044.61 26 بوينت. علاء، علاء سامعني؟ علاء للأسف مش سامعك يا عمر بيه. تحب نقول له حاجة؟